فوتي فوتي الجملة فوتي فوتي. هات الحمى عليه. شو جابوا لهون أبو عصام؟ والله ما بعرف. فوتي انتي فوتي فوتي. خير عمي عصام؟ في شيء؟ لا لا ما في شيء ما في شيء ما في شيء. خليك بشغلك أمي خليك بشغلك. بسم الله وما شاء الله. شوكت شو صار معه؟ ما سبق شيء ما لقيت حدا. الولد ردعان؟ شلون يعني؟ مرضعينه وحاطينه قدام باب البيت. نطق علي حليم. شو قصته هالولد؟ والله ما بعرف ما بعرف. كنت معي وقت لقينا على الباب. وشو رح نعمل؟ بدنا ندور على اهله، ما في غير هيك. يا لطيف، والله مالي عم صدق. حطه بالجامع؟ لا شو بنحطه بالجامع؟ استغفر الله العظيم، الله العظيم. غير شيء مطوشين سعاد، الله يرضى عليكي. استهدي بالله، اللي فكر يحط الولد قدام باب بيتنا الله هدا له الشيء. الله عم ينزع عنا هلا، الله يرضى عليك سعاد. بدنا نعتبره لهالولد، صبره بصبره لهدنا من هاللحظة. يو مثل ما عمل لك. اللهم صل على النبي. شوفي امسكي احسن شيء. يا عيب الشوم عليك يا بشير، يا عيب الشوم. لو كان ابوك الله يرحمه طيب ما كان حب هاي النقاصه اللي طلعت منك. شو عملنا؟ خلصنا. سجل اسمه بشير الفران ابن حسن الدكاك. صوم. على شو؟ شو على شو؟ شو كنا عم نلعي؟ بدك تبصم على التعهد انك ما بتمارس العمل السياسي، ما بتعمل تجمعات، ولا بتطلع مظاهرات، ولا بتعمل شيء بيسيء لأمن الدولة. بقي كل هدول كل هدول طش لي حافرك لشوف. يسر، هات لي هذا الضراب السخن. سجل اسمه. اسمك مرزوق الخضري. الخضري ابن عبد السلام الملا. تعال صوموا لك. جيت لعما ضربكم ضرب. خود نلع ان شاء الله تعيدوها مره تانيه. هلا بجدد بدي اسالك سؤال. سأل. هلا نحن مثلا ليه بصمنا على التعهد؟ يعني هاي ايش بتفرق يعني؟ انت ايش يعني ايش بصير مثلا؟ بتاع سؤالي ولا اعيد لك يا السؤال مره ثانيه؟ لا لا فهمت السؤال. انا ليش بسالك؟ لانك مدرسي، لان انا بتعلم منك. احسنت احسنت. ولك الله لا يوفقه اللي فرزك لعندي، ولك العمى ضربك شو حيوان، ولك يا بني ادم يا بهيمه. قلت له وقع التعهد، شو هذا التعهد؟ قلت له عمل سياسي ما في، قلت له مظاهرات ما في، قلت له اضراب ما في، قلت له تجمعات ما في، عرفت ايش؟ بده يوقع من شان مره ثانيه حاسبه على هذا الحكي. اسمع ابو جوداد، عشان خاطر غلطنا وسالناك السؤال، انت حدودي بالحياه، يعني انا بسالك. لك حدودك ولك حمار شو حدودك؟ حدوه حدوه للخير، انا حدوه، انا قدوه للبني ادم للدرك. ايش يا زعلي صار يعني؟ خد 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 عني، اذبح لي بالمره. ابجد اسمخ بجوداد. العمى ضربك العمى، يخرب بيته مع شعشو. خير يا ابي؟ شو في من بكره الصبح؟ يا الله خير، خير ابي خير. يا ابي مشانه لالله فهمنا، ليش هيك جبتنا على ملات وشنا؟ شو صاير؟ لك شو صار معك سعاد؟ شو؟ لمين هادي يا عمو؟ هلا عمكم تفهمكم. إلي سؤال بدي أرد عليك يا أخي. شو القصة يا عمو؟ فهمينا شو القصة؟ مينو ها؟ لك شو بكم؟ طولوا بالكم شوي. وبعدين معك مو عيب على الرجال تعمل بحالها هيك؟ ليش عيب؟
عيب الواحد يحبه وينكسر وقت بيخسر اللي بيحبه. مين قال اسمه عيب؟ ولك نمس انا ما بعرفك هي. من امتى انت خروج؟ اخي وقت بتفقد الناس اللي بتحبهم، الناس اللي كانوا كل دنيتك، بتحس انه في جواتك انكسر، في جرح صار جواتك ما بيروح لتموت. وانا والله ما عاد فيني اتحمل، ما عاد فيني الا اكثر من هيك. يا باطل على الحكي العاطي، اسمعوا لا رح اتركك يومين ثلاثه، وعلي ما علي اذا رجعت ولقيتك على الحالي. لا انت اخوي ولا انا بعرفك، ولا عمل لك قتلي حشك ولبك. عيب عيب على الرجال تحكي الحكي اللي حكيته. مو هذا حبيبنا اللزم اللي انا بعرفه، مو هذا حبيبنا اللزم. طب يا عبدوي لك صبو لك صبو لك صبو، تعالوا سلبي تقري. يلا يلا غسل عيونك. شو هالسالفة هي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، حدا بيفرط بابنه ضناها؟ لعبة وين صارت هي؟ شو في ابن عمي لعب ترغب حالك؟ إيه والله شي بيخلي الواحد يطير أعلاته. خير؟ شو صاير شغل بالي؟ أبي لقى ولد صغير على باب بيته. إيه ما يناجوا عليه؟ ولد صغير عم يرضى، عمره كم شهر، حدا حطه على باب البيت وهرب. ايه وبعدين؟ ولا قبلين الولد صار عندنا بالبيت. ايه بس عمي ومرت عمي لازم يدقسوا عنه الا ما يلاقوا حدا من قتله. يا عمي حيالك يا تو امرني لك الخير اجوا روحوا بسرعه. ايه صحتين يا عمر. هلا ابي هيك بده يعني، بس اللي رمى ابنه على باب ناس غربه شو معناتها؟ شو ابن عمي؟ مبينه يعني الولد ما له ابن حلال. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. لا تحكي هالحكي ابن عمي، ابصر شو بكون صاير حكايه مع هذا الولد، وانت شايف احوال العالم قديش صعبه بهالايام. الله يفرج، الله يفرج احسن شيء. امين. قومي حطي لنا اكل، قومي. ساره، لك يا ابني وين سرحتي؟ ما سرحت ابن عمي امرني. قومي حط لنا اكل. من عيوني. الله يسترنا من الايام الصعبه. الله يسترنا اول من الايام الجايه. اي والله الله يسترنا من الايام الجايه. والله لقد زعران ملت الحارات، ملت كل الشام زعران وحراميه. شوي ثاني رح تفوت الشام بمجاعه. الله يغفرني حكومه المديرين، لكن ينلعوا عنا ينلعوا. شو يا عصام؟ وين جريت؟ راجع راجع راجع. يا على قامتي ان شاء الله. تعبتك يا ام عصام، لا تاخذيني تقبريني. حبيبتي تعبك راحه، اهلا وسهلا فيكي. ان شاء الله بيسلموا هالايدين يا حق. الله يسلمك. بين معك شيء؟ شلون بده يبين معي شيء وانا من اربع اشهر ما استرزقت ولا سمعت بولادي؟ لك يضرب الزمان. لا بهالحاره ولا بغيرها؟ لا بهالحاره ولا بغير حاره. يو شو عم تشتغلي بالنفوس ام عصام؟ خلاص امسكي خلاص، اذا كفو اسالي وتعبتك عندي. يعني من غير ما اعرف شو القصه بس يصير اللي ببالي رح فهمي. تعبتي موجوده مو موجوده، وبالحفظ وبالصوم. اشربي قهوتك امسكي. يلا يخلي لي اياك الهي. تفضل. شلونك عسى جولي؟ الحمد لله بخير، انت شلونك؟ الله يخليك يا رب. انا مزيان فتوح من حلب مساعد لأبجودك. ايه انا بعرف شكلك بس ما بعرف اسمك، ما تواخذني. تفضل ارتاح. الله يخليك. انا مزيان فتوح. الله يزيد فضلك يا رب. خليك خير. شو صاير معك؟ انا بالحقيقه جاي لعندك بدي ارفع دعوه. اوف، دعوه على مين؟ على أبجودك. على ابو جودك؟ ليش؟ لاني احد حب يعيط علي وصرخ علي قدام العراصر كلياتها. انا مزيان فتوح والله العظيم يا انسه، انا مش فتوح. اذا انت مبين واذا حتى بزين عم بحترمني عم بصرخ علي قدام الحالب. انا شريطين هو ثلاثه، يعني ايش فيها يعني؟ انا امي شايفتني ومصدقه، ابي عنده اياني بالدنيا كلياتها. والله لما اجيت على الدنيا احتفل فيني شهر كامل. تعرف ليش؟ لاني امي خلفتها كلها بنات. اول ما جابت اختي الكبيره، بعدين جابت صبي مات، جابت اختي الوسطانيه جابت صبي مات، بعدين جابت اختي الصغيره جابت انا قام مات.
لا انا ما بدت، انا يعني ضليت عايش، انا قاعد جنبك ليتي موجود، بعد هاد كله قاعد عم جوده عم صرخ علي وعيط علي قدام العناصر كلها، الله بيرضاها هي. اسمعني يا مسيا، انا رح اقول لك شغله وما رح اغشك فيها. قولي. انت شغلتك مو عندي. لكن وين؟ انتوا تابعين للامن العام، بتروح لهنيك وبتشتكي عليه لابو جودت وبتقول انه عم يخانقك وعم يهينك قدام العناصر وبتقول لهم كل شيء عم يصير معك، وان شاء الله هن بياخذوا لك حقك. الله يعني سيجولي، هو بالامن العام له ناسه يعني بيساعده، بعدين بتلبس فيني كل القضيه، انا حسيت انه انت قويه هيك وتبهدلي دائما فبتقدري عليه. شو بدي اقول لك؟ لو رفعنا دعوه عليه رح يساعدوه من فوق وما رح نستفاد شيء، منشان هيك مالك غير تشكيه لرب العالمين وهو يصطفل فيه. اصلا انا مالي غير الله، الله ياخده ان شاء الله. الله عالظالم. يعطيك العافيه. الله يعافيك. هسي جولي، اذا شفتي لاب جودت لا تقولي اجيت لعندك انا. مو خلص ما رح اقول. الله يخليك يا رب، اي شيء بيلزمك من حلب صابون زعتر اي شيء قولي لي، الله بجيب لك اياه بعيوني انا. اخي قلبي. الله معك. الله يخليك. تعال شوف. شو صار معك شيء؟ حدا ولدان بالحارة ابن عمي. ولا بالحارة الثانية؟ ما بعرف، رح تسأل. لا حول ولا قوة إلا بالله. بس سعاد مس ما تكوني زدتي بشكل هيك ولا هيك. لا أيوه معقولة يعني. وين البرد؟ نايم. لهلا ما عم يرضى يعترف. هذا واحد راسه يابس. وما راح يعترف. انت جربت معه كل الوسائل وما حكى. أنيت بدي بطريقتك تروحي لبيت أهله وتضغطي عليهم، بدي اياهم يعترفوا ويحكوا، وبحجة التحقيق بتفتشي البيت غرفة غرفة، حتى بتفتشي عند كل اللي حواليهم وحتى عند رفقاته وأهله. نحن لازم نوصل للتمثال بأي طريقة، وأكيد بيكون مختفي. يلا لأمتى بدك تضل عامل بحالك هيك؟ وبعدين معك؟ عايشة. ايه عايشة، وقلبها وروحها العايشة، عايشة لأنها بتحبك، بدها اياك تكون قوي ومبسوط. بس كيف؟ أنا بعرف كيف، أنا بعرف دواك كتير منيح، لهيك رح أشكيك لأمك. مرت عمي، يا مرت عمي، شايفة النمس شو عم يعمل بحاله؟ لا يا ابني لا، وبعدين معاه لامتى بدك تبقى هيك؟ والله إذا رح تبقى هيك يوم تاني وما ترجع النمس اللي أنا بعرفه رح أغضب عليك، إن كنت ميتة وإن كنت طيبة. أعوذ بالله، أعوذ بالله يا عمو، كل شيء إلا غضبك، أعوذ بالله. غضبتك وانت طيبه، وباذن الله ما عم يغضبك وانت ميتة باذن الله. جاج بلدي بياض الجاج كني جاج بلدي يا سيدي. الشيء اللي عم يصير بهالبلد مصيبه، كل يومين ثلاثه عم يفوتوا الحرميه عم ينهبوا الفران وعم يروحوا على مستودعات القمح والشعير وهات يا نهيبه، والناس كيف بدهم يدبروا حالهم؟ كيف بدهم يأمنوا لقمة خبزهم؟ والتجار ولاد الحرام الله لا يوفقهم، بيخبوا بها القمح وبها الشعير وبيرفعوا الأسعار. والله عبيدك يا مراسي، عبيدك. أخي يا ماشيين، نحن نهتم بحارتنا، علينا من حارتنا وعلى حارتنا. نحن بدنا نهتم بالأهلية اللي عندنا ركاب حاسين، ما لنا غير هيك. بدنا نعملنا شوية طحين هلا، أهم شيء طحين، أهم شيء الخبز، لقمة الناس.
منحط شوية طحين بالفرن، ما مش الحال، نعطي كم بيت شوية طحين بيخبزوا لحاله وندبروا حاله. مظبوط، حلو هالكلام يا أبو عصام، بس شلون بدها تنحل مشكلة السكر والشاي والرز وغيره وغيراته؟ كله بينحل قاسي، صدقني كله بينحل، بس يا باش يا باش شوي ورا شوي. في كم تاجر أخي بنعرفهم قلب الله الله، نحكي معه ناخذ عندهم شوية سمنة على شوية رز على شوية سكر على شوية عدس على حمص على شاي على اللازم منه يعني، ونوزعهم على الناس. شو بدنا نسوي؟ في غير هيك؟ واضحين الله بيقدرنا عليك أخي، الله يرضى عليك. وبنحكي مع الشيخ عبد العليم بالجامع، فهم يحكي له كلمتين للناس يخفوا شوي على ما تمروا قصة الغلا. اي والله احسن شيء. طيب يا جماعة انا بستأذن، بدي مر على بيت ام حاتم اطمن عليه ونشوف اذا لازمهم شيء. لا لا عود ابو حازم، عاوزك انا عود. وانا كمان خليني اروح على الحمام وشوف رزقي. يلا بالاذن منكم. تكل عمي. الله يعافيك. مع السلامة. ام حازم. وليش لا يجيك وجع راس منا ابن عمي؟ لك هاي شغلة رجال، هاي طلعي منها أنت. وأنا ما بيصير أطلب من أهل الحارة هيك طبعا، ما بيصير. شو هالحكي؟ أنا أقعد دق على أبواب الحارة وأطلب منهم يمضوا على معروض من شان أبو عصام يطلع برا الحارة؟ شو هالحكي ها؟ ابن عمي الكل ضده، هو سبب موتتها للمخلوقة الله يرحمها، ليش عامل السلم بالعرض؟ وبعدين قليل اللي صار بسمعه. طلعي منها فريال. بالعكس، اترك هالشغلة علي وعطيني يومين بس، إذا ما بخلي لك الحارة كلها تقلب على بيت أبو عصام ما بكون أنا في ريال. خلصنا في ريال. مثل ما بدك ابن عمي، ما رح آتي بحركة بدون شورك. سكري على القصة. حاضر. ابن عمي ما بدك جوزة لقاعود؟ ايه طبعا، عندك عروس؟ لكان أنا اللي عندي العروس، اختلم أسعد البلاني اللي بتشتغل بحمام السوق، بنت مرباية ومؤدبة وعلى باب الله، يعني سكبة لقاعود، يعني طنجرة ولقيت غطاها مثل ما بيقولوا. شو رأيك؟ ماشي، بدي نعمل شوفها معك، لا تروحي لحالي. الله يسامحك ابن عمي، يعني أنا مالي كفو. شو حكينا؟ حاضر. القصة ما بدها أبو حازم، بيت أخوك أبو حاتم الله يرحمه، بيت كله حريق، الله يستر عليهم وعلينا، وكل عمرهم مسؤولين الجماعة، وانت محسوبين عليك لأنك أقرب واحد للمرحوم الله يرحمه أبو حاتم، وأمن واحد على بيته وعلى عياله. سيدي مي واردة يا أبو عصام، والله مي واردة. كان معقول أنا أجابت أم حاتم؟ لك شي مي واردة؟ لك هاي الواردة لك أبو حازم الله يرضى عليك، انت أمن واحد أمن لك عليه، انت اقرب واحد لابو حاتم الله يرحمه، بدي ارجع اعيد وفتي لك. الدنيا ما عادت امان، بدك حدا ينط على البيت يعني من الزعران ولا من الحرميه، وانه ما عنده زلمه بالبيت. خلصنا ابو حازم الله يرضى عليك، حرمي مستوره ووشها بوش الله كل عمره، وانت ما شاء الله حولك اصل وفصل وقول وفعل، تكل على الله. طب خلص خليني افكر. لك ما بدي لا تفكير ولا شيء، خلاص اختك ام عصام بتروح لهنيك وبتحكي معه وتطلب لك اياها دغري. يا عم دغري؟ لك ايه دغري وعلى الحاله كمان. ابو حازم صرتك اول عمرك شباب، والله راس شبابك انت. المصيبة هي اللي بتجينا، شغل بالنهار وسهر بالليل. طول بالك سهري، طول بالك، غلط بيت مصحابي، سارقين فرنش شاغور وباب سريجة كمان. معناها قصة حرامية مزبوطة. مزبوطة مزبوطة مزبوطة، مشان هيك لازم نضل فاتحين عيوننا 10 على 10. سليم روح رسم مع عبدو قوام لشوف. عمرك قوام دير بالك خالي، نبهت على ابو فارس؟ ايه نبهت على ابو فارس وقلت له ما يفتح باب الحارة لابن مخلوق. طيب خلونا نفوت هيك بالدخل. يلا يلا يا رب. يا شباب 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 يا شبا
لك شو انت؟ لك ولا لك عيصان؟ شوف رزقك، شوف اذا في حدا تاني. بوس ايدك يا عمو. لك شو بدك لك شو عم تساوي؟ ما في حدا. بوس ايدك. تعال معي. بدك اي حاره؟ استفعت رزقك انت، تعال معي. يا رب دخيلك يا رب. طمني يا عمو، طلع حدا منهم؟ شفتي حدا اجى لك بنتي؟ هلا الا ما حدا يجي منهم وتطمن. يا دافع البلا، يا دافع البلا يا الله. طمنا يا رب دخيلك. عندك كلها؟ لا عندك كلها؟ لا جعل جعل عطوز جعل جيبا لهم جيبا لهم جيبا لهم رفضوا لهم رفضوا لهم رفضوا لهم رفضوا لهم رفضوا لهم رفضوا لهم عندك عندك كلها يا رسل جيب لي حملة جيب لي حملة جوا تنكي والله جوعان والله جوعان لا شو لا فش كلنا انتو مين بعدكم؟ احكي انت ويا ولك احكي ما حدا بعدنا عمي نحن لحالنا واللي بعتنا هو الجوع. ايوه شو ناهبين غير حارتنا؟ ولا شيء. لك شكون ولا شيء؟ واللي نكمل شو معكم هدول؟ شو هدول؟ هن شوية طحين على شوية عدس، دوبن يقيتونا كم يوم. وغير الفرن؟ البايكي. البايكي. وغيرها؟ ولا شيء عمي، ما في شيء. يعني مخططين ومرستقين كل شيء ومزبطينه على الاخير وبيقول لك شو جاب له هون بعتز صلوا على النبي شباب صلوا على النبي الله يرضى عليكم يا ابي ما بتسمع جوابات صلي على النبي امرك يا ابي امرك موك هذا كل شيء هذا كل شيء عمي واذا طلع في شيء ثاني وقت بتسوي اللي بدكم يا عمي سلام عليكم عليك السلام ورحمة الله وبركاته ليش هدول هون شريف شريف مصافر شريف شريف صلي على النبي الله يرضى عليك شريف اللهم صلي على النبي بس هدول ما بينسكت عليهم بهالظروف يا ابو عصام ولازم يترحلوا على الحبس روي ابو ظافر ما راح يصير الا اللي بدك اياه بس انت طول بالك شوي يا ابو قاسم هلا اذا سكتنا وعفينا راح يطمعوا اكثر واكثر الدنيا جوع وفقر والناس مو لاقيه لقمه الخبز والبلد عم يصير فيه بلاوي وما بدنا الحارة تدفع الثمن حبيدك والله يا ابو ظافر حبيدك اسمح لي جدي هدول عالم انا بعرفهم هذا بيشتغل عطال بسوق الهال وهذا بيشتغل ضمان على الموسى وهذا بيشتغل بالفعاله والجماعه يا جدي لو جدي ولو كان لو كان هذا الشيء لازم يدخلوا فيه الدرك منسلمهم للدرك ما بدنا نخالف القانون ها هذا هو الحكي الصحيح الله يستر على حريمكم كل شيء الا الدرك الفرنساوي مو مخلى حدا من شره وعم يقش على ابو جناب ومن غير شيء نحن هربانين يشهد الله علينا لولا الجوع ما كنا عملنا هيك عمله معلش كلمه جدي انتم شو هربانين من تفتيش الحارات عمي حاكم نص شباب الشام اسميهم عند الفرنسيين صاري ايوه سليم تعال شوي جدي شو امرك جدي على ايده غير الفرن تبعنا صلي على النبي شو حلتها صلي على النبي هو حد واحد شو عندك حكي جدي هات لشوف جدي هدول مال الحرمين هدول اولاد عالم وناس مثلنا مثلهم بس ابو ظافر بده يبليهم يا جدي تدخل بمعيتك تدخل خلاص يا اخي ما بدنا كمان نتبدل العالم الله يحيجنا ما بدنا نتبدل شو يا اسمعوني ابو ظافر نحن معي شواربك انت واخي ابو قاسم انا من ناحيتي صفطت عمي خلصت كل شيء اخذوه الشباب سامحين فيه حلال سلال وعندي وعلى حسابي وانا بعوض هذا من ناحيه الفرن اخي بشير من ناحيه الباكي تبع ابني الله بيعوضه وخلصنا. قولي له هاي 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 لك يا عبد الجودة عبد الجودة جبنا لك الحرامية لهون مسكناه هون حرامية مسكتوها؟ ايه الله يعطيكم العافية الله يعافيك يا رب نسيان نزل الشباب النمس تنكي وابو الحكم والحراميه عندنا صارت شو نحن اللي كبسناه هذول حراميه هذول حراميه ولا
بعرف حرامية قلت لك مشتوه بدي نزلكم كلكم لتحت مشان اكتب المعطر براحتي. شو الحكي هذا بجد تعبانك يا حرامية؟ شو عم تحكي انت يا بلطة؟ تعال توقف بشقيتي هون، تعال روحي ايوه عشاني احكي له احكي له ايوه وشي تعال تعال مزيان شو؟ نزل تنكبه بالحكم الحرامية لتحت. لا شو يا زلمة؟ لا خلص طبعا لك هدول حرامية، احنا ما عندنا حرامية، نحن كمشناهم جبناهم. يعطيكم العافية انزلوا لتحت لحتى اكتب المحضر براحتي نزلوا. طب يا عم ما بنشناها المحضر انزلوا. هناك بطاشك ها زين نمس احكي لك كلمة معه. انا بجلسك زين يلا معنا مس شو صاحبي؟ صاحبك رفقاتك رح يضلوا بالنظارة لحتى تجيب كيلو سكر. لا بس كان هيك خليهم بالنظارة، كيلو سكر أغلى منه. إيه خليهم بالنظارة، معناها انزل تونس معهم. شو هالحكي؟ أنت بترضى إني أنا أقعد مع هيك شكيلات؟ أنا اللي برضى وتقعد مع هيك شكيلات، معلوم؟ بس أنا ما برضى إني ما أجيب لك كيلو سكر. سلامة تكره تعال شوفي تبعت معك دركي. ليش تعذبه؟ خاص انا بروح وبرجع شو ما مأمن لي؟ لا مالي مأمن. محمود استلمه خلي يجيب كيلو السكر. استلمني ليه؟ استجرته او جمده استجرته. مين هدول؟ المجرمين هدول. أنا مجرمين؟ لا ما طردك ولك تضرب انت واللي بعت لي اياك. لك شو مفكر حاله هذا ها؟ شو مفكر حاله؟ لازم يطلع من الحاره واليوم قبل بكره قبل عمي. قولي بالك قالتي هذا حكي ما بيجوز. لك انت صافف مع ابوك ولا صافف مع ابو عصام؟ ها؟ اعوذ بالله يا ابي انا صافف معك بس والله عمي ابو عصام واحد كبريت الحاره وهو بحبك والله بحبك. لك حبك برص انا وين وانت وين؟ قال بحبني قال. روح روح دبر علىك روح. طول بالك ابن عمي وروح وصلي على النبي. روح والله صلي على النبي. العمى 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 وصلت المواصيل فيهم انهم يسرقوا؟ اي خرب بيتهم من حالهم؟ طول عمره دكاكين مفتحه وما حدا بيقرب عليها. لك هدول مالو الحراميه ولا جايين يسرقوا غير لانهم جوعانين. الفقر عامل عمايل بالبشر لك ساره. الله يعين العالم. بدي اقول لك عم فكر بهالرزق اللي عند مني بالدكه فوق مالها ما عم توفي معنا صارت طمع للناس. شو هي تبيع رزق وشو بدك تشتغل؟ مصلحتك اكثر مصلحه ماشي بهالايام ابن عمي. بدي بيع الرزق وبعدين بعرف شو بدي اشتغل. طيب ابن عمي بدي اقول لك شغله هلا قبل ما تقولي شيء قومي حطي لي اكل متت من جوعي. من عيوني رح احط لك اكل بس بدي اقول لك شغله من كلبت. من كلبت قلتي لي ماشي قومي لشوف. تفضلي. بس والله هيك كثير يا استاذه. ليش كثير بقى؟ شو عم بعطيكي حسنه؟ هاد معاشك متفقين عليه. ايه هاد اكثر من معاشي ستي واعتبريني اختك الكبيره وعم كافئك. كثر خيرك يا استاذه. وخيرك يا حبيبتي. ما قلتي لي شو قصه الحراميه اللي فايتين على الحاره؟ الله وكيلك يا استاذه، هي بشهر واحد صاروا هاجمين على الحاره اكثر من 3 مرات. يا لطيف على هالقصه. مو بس هيك، هدول الحراميه ما عم يسرقوا غير الاكل. ولك يضرب الجوع ويضرب الفقر. امين. الله يعدي هالازمه على خير. امين يا رب. تقبرني؟ ايه. بدي 3 كيلو موزات وستة كيلو حليب وشوية نشر. شو بدك تعملي؟ بدي بيضة، بدي أعمل شاكرية، وبدي أعمل رز بحليب محلي البياض مشان يبيض بخ الدلال، ولأنه خلصنا من هذا اللي ما بيتسمى. لحمة ما في سؤال، هي من الأخير. بتعملي مجدرة وكفاها المبلغ. ايه تقبرني بعمل لك مجدرة كمان. عم اقول لك لحمه ما في، يعني لا في شاكريه ولا في طبخ ولا في نفخ ولا في حليب ولا في نشا، خلصنا. يوه ليش؟ لك شو ليش؟ لك الناس مو ملاقيه تاكل، مالك سمعان ايش عم يصيروا البشر؟ طيب ما تاز عنا هو وساره، وعصام بيجي بياكل عنا وعن اولاده وما بيحب المجدره. لك ان شاء الله عمره ما ياكل. حاضر. لا تنسي اليوم تمني لبيت ابو حاتم مثل ما فهمتك. هلا الناس ما معها تاكل، ما عاد تتجوز يا بعدي. ما بدك لشوف غيرك. لا تقبرني، رح اروح مو سعاد اللي بترد لك طلب. يا رب يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. شو يا مرزوق؟ نايم شمستك عالية اليوم. أهلا عم يا حازم.
والله كنت بالسوق. الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. دخلك شلون أسعار الخضرة اليوم؟ والله الأسعار ما ركابية. الله يجيرنا يا عم يا قاضي. لا حول ولا قوة إلا بالله. إي والله الله يجيرنا. يا رب. احنا كاسة شاي احنا معلم. لا تفضل أولاد الله يرضى عليك. براسي يلا. شو باكلك سمعه؟ ليش هيك عامل بحالها؟ فيك شي ولك ابني؟ الله يوفقك يا عصفور يا عصفور. دلال يا عصفور يا عصفور لا بتلف ولا بتدور بتخاف من عيون الناس وجناحك بتلي مكسور. عصير هات كاسة شاي لسمعوا. هاي شو جابك لهون؟ اخي شو جابني؟ دكانة ابي. اوكي ما اختلفنا دكانة ابوكي يعني، بس مالك بالعادة تفوتي لهون ليكون ضايقك هذا المجنون؟ لا لا اخي ما ضايقني. انا اجيت خبرك اني قبضت معاشي. قبضتي معاشك؟ ايه اخي قبضت معاشي. يا سلام. وقديش معاشي؟ يو شو بدك بهالسؤال اخي؟ ايه مزبوط انا شو بدي بهالسؤال؟ معنا هنا ولينا؟ شو بدي ناولك؟ شو بدك ناوليني؟ الديني. أنو ديني؟ لا هي ما حبيتها منك بنوب. شو قالو ديني؟ الديني اللي دينتك ياها بعيد الكبير. أنو عيد؟ لا شو نسيتي؟ بعيد الكبير وقت كنا صغار دينتك متلي كيم شو تتشظبي انت واخواتك. شو نسيتي؟ بعدين يا أختي مية حلوة خديها عادي. لا تنامي وتحطي راسك عم خدة ويكون عليك ديني. ناولينا. ايوه خاطرك اخي. وين اختي؟ لك عم ناخذ ونعطي. طولي بالك. وين؟ خبر بيت يا بنات صرت اقضي معاش. يا لطيف على ايام كيف تركض. الله يبعث لك ايام حلوه. لك مثلي كان شو بدنا نحصله؟ أنا شغل أشي الحال. أبو النار تركني هون وطلع على بيروت. شو باك لمس؟ بشو عم بتفكر؟ لا ما فكر شيء، بس إنه كيف عم يتدبر حالك أبو الحكم؟ يعني شو مظبط الأمور معاه؟ ربك ما بيقطع حدا. دخيل اسمه الرزاق. شو بقى؟ أنا واصل لهون وراجع. خلينا نستقلك. شو صار له؟ شو بك نمس؟ بشو عم تصفو؟ لا ما في شيء، بس عم بطلع في شعرات ايدك. ايش منه بيقولوا يلي بيخون صاحبه بيطلوا في شعرات ايده اليمين. شعرات ايده اليمين؟ ايه، وايش كان خوان كتير بيطلوا في شعرات ايده اليسار. شو تنكي؟ ليش عم تتغمز من تحت لتحت انت وابو الحكم؟ شو في بيناتكم؟ شو بدي كون يعني؟ عم كشر له الدبانه، ما في شيء. ايه صدقتها. صدقتها. انت قلي لشوف، شو بك عم تصفن بالدكانة؟ عم فكر اقري له اياها. تكريها؟ ليش دكان اللي خلفك هاي؟ يا حرام، مسكين ابو الحكام، مسكين ما معه مصاري، منين بده يصرف على حاله واولاده والعيلة والغيلة؟ وبتعرف انت وراه كثير ناس. ايوه، لك ابو الحكام مقطوع من شجرة، حرمة ما عنده يتجوز، هلا صدك تنفعه؟ علي لك نمس؟
وانت ليش غيران ودايت عينك لو بدي دفعه بقرشين؟ شبك حاجه الخيانه موصلها ايدك اليمين بلا توصل للشمال. شو هالناس هي؟ ولك يخرب بيت سنكم شو عينكم ضيقه. صدق اللي قال، ناس بتفكرها ذهب بتعاشرها بتطلع ابو لهب. سلام قولا من رب الرحيم. وانا يا ام عصام بعد موتت ابو حاتم حاسه حالي ما بقى لي شيء بهالدنيا منوب، فالله يخليكي يميني من هالموضوع. الله يخليكي انت ام حاتم، يعني اللي عم تعمليه ما له غلط ولا له عيب. وبعدين ابو حازم منكم وفيكم، وبدك تكسري كلام الرجال؟ والله انا مع الست ام عصام، حكيها مظبوط يا مو. يو استحي ولك شريفه. خلصنا ام حاتم خلصنا، بكره ان شاء الله بيجوا بيقروا الفاتحه. طولوا بالكم شوي، فاتحة شو اللي بدهم يقروها؟ يو الفاتحة ام حاتم ما عاد تعرفي، اقري الفاتحة علينة التيسير. طولوا بالكم يا جماعة، طولوا بالكم شوي، لازم اخذ شور بناتي البقيانين بالاول. ايه لا تاكلي هم يامو، انا بدور عليهم وحدة وحدة، بعدين اكيد هن ما رح يعارضوا. دخيلك انت. الله يخليكم لبعض. الله يسلمك. ان شاء الله الف مبروك ام حاتم. فاتحة. ما في سكر. اعطينا لهم جودة. يخرب بيته صلبت عليهم، ما في شيء ما بيصلبت عليه. كل ما عم تعبكم. يلا الكعب بحل شيء والله. طيب يتعبوا شوي، حبر انا وصغير. ارجبوا هذا الولد. عرفني. يلا. وين جاي لهم لك عمي؟ وين جاي لهم؟ طحش. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. بدي اسألك يا اخوي، وين باقت أبو ظافر؟ خير شو بدك منه؟ بدي بيت هالطرش عنده، احسن ما اروح على الضيعه، وباكر الصبح ارجي اخذ الطرش على سوق الغنم. شو علي هلا بوصلك على باكر ام ظافر؟ كن ما عرفتك. خلص اذا كان هيك بتبيتهم عندنا هون بالدكان تكرم عينك، بيتهم عندي. هين بالدكان؟ ليش هي دكانتك؟ هي دكانتي معلم. دكان لدكانتي يا كان معلوم، بعدين بتبيتهم هون، هون في ومي هنيك عند هذا اسمه ام ظافر، الله وكيلك مستلم له اياها واحد اجذب على البركه، ما بيفوت عنده خروف الا بيطلع اجذب منه، اما هون شرحه ومرحه وشمس وفيو سوق، بعدين مسقوفه، ما بيجي ما بتجي الشمس على راس خروف بيطلع هيك مثل الاجذاب. دكان اهلا وسهلا، تفضل تفضل تكرم عينك، اعتبرها صارت دكانتك. طيب وشغلك يا اخوي؟ لا تاكل هم، اوعك تاكل هم، فداك لا يا سيدي عيونك وصلت ديبك. وبعدين ما راح ناخذ منها غير ورقه. ورقه؟ هيك كثير يا اخوي. لح يا شيخ، لح يا شيخ، انت اهل الجود والكرم، انتوا اللي تنطوا يا سيدي. ومعليش معليش وصلت يا شيخ، كرمالك راح نعطيك اياها بنص ورقه بس. ايه نص ورقه مليح. الله يرضى عليك، وسع لون هيك، وسع لون محل اخواتك الخواريف، يلا حرك يلا برر. شبك شوفي، بدك تسمعني وبدك تساعدني؟ قولي لشوف. بدي احكي مع عمي ومرت عمي مشان يعطوني الولد وانا ربي. شو ها؟ بدك انا نربي الولد اللي لقاه ابي على باب بيته؟ ايه شو فيها؟ اسمعوا على الحكي، لك شلون شو فيها؟ ولد ما بنعرف اصلا منفصله، شلون يعني؟ معتز الولد صغير ولساته طفل، بنربيه مثل ما نحن بدنا، شو بدنا بقصله وفصله؟ بعدين بجوز يكون هديه من رب العالمين لانه نحن محرومين من الضنا. بس انا مالي محروم من الضنا ساره، مالي محروم.